نتكلم النهاردة عن Eternal Warrior، واحدة من الإكزوتكس اللي ممكن تتعامل معاها ببساطة برضو، مفيش فيها مشكلة. بتتفاعل مع مهارة السوبر بتاعة الأرك، بتدينا أوفر شيلد لما بنبدأ نستخدم المهارة دي، اللي هي مختلفة طبعا عن الأيتم الإكزوتيك اللي موجودة معانا. راندوم دروب، مبتقعش في مكان معين. بالنسبة لو وقعت لي من وحش عادي وكنا قاعدين في تايتن، فما كانش يعني مش وحش معين او وحش عند باور معينة، ممكن تلاقيها في فانجارد او تلاقيها مثلا في كورسيبل او تلاقيها في جامبت، تلاقيها في كل انحاء الماب زي ما انا شفت. هنا المهارة دي زي ما انتوا شايفين هنلاقي الشيلد عندنا باللون اللبني، اما الشيلد بتعمل له ريجنريت، اللي هو الاوفر شيلد اصلا بتعمل ريجنريت مع الكيلز نفسها. بمعنى صح انت بتلعب في السيف سايد وغير ما تستخدم مهارة الارك. كأهميته او هو مهم في ايه، ممكن تستخدمه في البي في او البي في على حسب انت بتعرف تعمل تشارج السوبر بتاعتك بسرعة ولا لا. بس وشكرا، واتمنى اكون ساعدتكم.